حياكم الله مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، نرحب بكم من مدينة الخليل، بالتحديد من منطقة رأس الجورة، حيث أحد المعامل التي تهتم بصناعة الخزف والزجاج، طبعا على الطريقة التقليدية القديمة. سنتعرف إياكم على هذه الصناعة التي عرفتها مدينة الخليل منذ أكثر من 350 عاما، ولا زالت بعض عائلات الخليل تحافظ على هذه المهنة بالطريقة اليدوية التقليدية، وهو ما يضفي شيء من الجمال. مدينة الخليل كما تعلمون هي مدينة حرفية بامتياز، وفيها العديد من الصناعات القديمة مثل صناعة الفخار والزجاج وكذلك الخزف بأنواعه وأشكاله. من خلال هذه الإطلالة سنتعرف وإياكم مع أصحاب هذا المشغل على هذه الصناعة وكيف تضررت بفعل جائحة كورونا، كون أنها صناعة تعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الوافدة. معنا هنا أحد أصحاب المعمل، الله يعطيك العافية. يزيدك عافية وأهلا وسهلا فيك وفي مصنع زجاج وخزف الخليل. نعم. تعرفنا على حضرتك؟ خالد النتشي من نفس المصنع. نعم. احكينا عن هذه الصناعة، صناعة الخزف والزجاج في مدينة الخليل. هلا صناعة الزجاج والخزف صناعة يدوية تشتهر بها مدينة الخليل منذ مئات السنين، وبالأخص الزجاج أكثر، يعني صناعة الخزف مقارنة مع الزجاج تعتبر صناعة حديثة. بالنسبة لصناعة الزجاج، التاريخ الثابت لصناعة الزجاج في مدينة الخليل أكثر من 350 سنة. التاريخ الثابت والمكتوب اللي بنقدر نحكي انه هذا التاريخ اللي موجود في صناعة الزجاج. هلا الزجاج احنا بنشتغل بالطريقة اليدوية التقليدية بنفس الطريقة اللي وجدت فيها، يعني ادخلنا بعض التكنولوجيا على هاي الصناعة بحيث انه بس ما تأثرش على جوهرها وقيمتها اليدوية التاريخية اللي بتشتهر فيها مدينة الخليل. نعم، يعني حافظتم على رونقها الخاص. صحيح. الذي كان يعمل به الأجداد والآباء. حافظنا على نفس الطريقة اليدوية اللي وجدت فيها لحتى هاي اللحظة، وإن شاء الله بنضل مستمرين بنفس الروح والنهج. نعم، كما نشاهد الآن في الشاشة لربما عمل الخزف والزجاج والرسم عليه يحتاج إلى حرفية عالية. يعني طبعا هلا القسم اللي احنا او خلينا نقول المصنع اللي احنا موجودين فيه هون بنقسم الى قسمين، صناعه الزجاج والخزف. القسم اللي موجودين فيه احنا هون صناعه الخزف، طبعا الشغله هاي بدها يكون في حرفيه ويكون في عند الواحد خبره سابقه للي بده يشتغل فيها، مش انه مباشره انه ممكن انه يبلش انه يشتغل فيها، بالاضافه الى انه يكون حابب هاي الشغله اللي حتى انه يمارسها يتقنها اكثر مع الممارسه والوقت واللي بصير خبرة وعنده على أساس أنه يصير محترف لهاي الصناعة. نعم. طيب دعنا نتحدث عن ما يميز هذه الصناعة، صناعة الخزف بالطريقة التقليدية في مدينة الخليل تحديدا. هو اللي بيميزها خلينا نقول اللي هو قدمها أول شيء، ثاني شيء أنه الصناعة هاي ما زالت محافظة على طريقتها اليدوية. نعم. أنه مثل ما قلت لك مئات السنين ما زلنا نشتغل بهاي الصناعة وبنفس الطريقة اليدوية التقليدية اللي وجدت فيها. نعم، يعني صهر الزجاج يحتاج إلى درجات حرارة عالية، حدثنا عن هذا الجانب تحديدا، ونحن نقف بجانب أحد الأفران ودرجة الحرارة مرتفعة عالية جدا. صحيح. هلا فرن الزجاج الموجود قدامنا هون درجة الحرارة، الزجاج بيحتاج لدرجة حرارة 1200 مئوي حتى إنه ينصهر. درجة الحرارة في قلب الفرن حاليا 1200، ممكن إنه نفرجي. نعم، سنشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام الفرن الذي يتم صهر الزجاج فيه، وهو معمول بطريقة طبعا علمية لكي يتحمل هذه درجات الحرارة المرتفعة. كم تبلغ درجة الحرارة؟ 1200 مئوي الزجاج بنصهر حتى انه يصير قابل لإعادة التشكيل. طبعا احنا هون بنسوي إعادة تدوير للزجاج اللي هو ريسايكل، بنحضر عبوات الزجاج الفارغة، بنعمل لها عملية تنظيف، بنقيم الشوائب منها، بندخلها لداخل الفرن على درجة الحرارة 1200 مئوي. نعم، 1200
مئوي حتى انه تصير جاهزه لاعاده التدوير واعاده تشكيلها بالادوات اليدويه البسيطه. طيب من اين تاتون بالمواد الخام يعني ماده الزجاج؟ هلا عمليه المواد الخام تعتمد على جمعها من نفس المدينه هون، يعني في ناس خلينا نقول صارت عندهم مهنه انه عمليه جمع هاي العبوات الفارغه من المطاعم من الصالات اللي بيستخدموا هاي للعصير والعبوات الفارغه بيجيبوها لهون حتى انه يستفيدوا من بيعها لنا واحنا نستفيد من اعاده تدويرها وعمل كل الاشكال اللي هلا بتشوفوها داخل المعرض من الزجاج من التحف والهدايا. نعم يعني تقومون بنفخ هذه المواد المنصهرة من الزجاج وتصبح على شكل قوارير. أي نعم. كما نشاهد الآن في الشاشة. هلا مثل ما قلت لك يعني احنا ممكن انه نسوي هاي الزجاج لمنه نعيد تدويره بمثل الأشكال اللي انتم شايفينها على شكل التحف، المزهريات، الفازات، الكاسات للاستعمال، الأواني الاستخدام البيتي أو للزينة كمان. طيب من ناحية الزبائن من الذي يهتم بهذه الأصناف من الخزف والزجاج؟ هلا احنا يعني اذا بدنا نعطيك نسبة لعملية توزيع او الانتاج 80% قبل جائحة كورونا كان يروح للتصدير الخارجي، والنسبة الثانية 20 أو 25 يعني لو اعطينا نسبة ادق كانت تباع للأسواق المحلية هون مثل بيت لحم، المناطق السياحية زي أريحة، مناطق الداخل الفلسطيني زي حيفا، يافا، الناصرة أو المناطق السياحية يعني اللي بيجي عليها الوفود السياحية اللي بتستقطب هاي الوفود ومحبب لهم هاي الصناعة. نعم يعني كان سوقكم يعتمد على السياحة الخارجية أكثر، تضررتم بفعل جائحة كورونا بالتأكيد. طبعا منذ اللحظة الأولى لوجود جائحة كورونا تضررنا وكان ضرر مباشر يعني لأنه مثل ما قلت لك إحنا بنعتمد على الوفود السياحية من اللي بيجوا من براك الأجانب والأمور اللي زي هيك، فالعالم كله وقف بشكل مباشر أكيد راح يكون ضرر لنا مباشر لهاي الجائحة اللي ألمت بالعالم جميعا. طيب هل كان لكم سوق خارجي من الدول العربية مثلا أو الأجنبية تصدرون هذه المنتجات؟ طبعا احنا مثل ما قلت لك 80% من انتاجنا كان يروح للخارج، السوق العربي مش كتير يعني خلينا نقول من 80% تقريبا حوالي ممكن اقل من 20%. بعض دول الخليج تحديدا الخليج في الوقت الحالي يعني خلينا نقول من 4 أو 5 أشهر صار في عندنا طلب كتير للسوق الخليجي اللي هو الامارات، الكويت، يعني عمالنا شغالين حاليا مع زبون جديد من البحرين بنتواصل احنا وياه وبنبعث له أسعار وكيف بدنا وشو المطلوب وشو المرغوب على أساس أنه إن شاء الله نفتح سوق جديد ونلبي رغبات الزبائن. نعم. هل هذه المنتجات التي تقومون بتصنيعها بطريقة احترافية يعني هي فقط للزينة أم يتم استخدامها لأشياء أخرى؟ الناحيتين، الزينة أو للاستخدام المنزلي، يعني بتقدر أنه تستخدمها للأواني الطبخ في المطبخ والاستعمال للأكل والشرب ما فيش مشكلة. طيب الخزف مما يصنع، يعني الزجاج مادة منصهرة تجمعون الزجاج وتقومون بصهره، بالنسبة للخزف الخزف بيختلف اختلاف كلي عن الزجاج اللي حكينا عنه. الخزف وجد حديثا في مدينة الخليل تقريبا في 60s القرن الماضي أدخل لمدينة الخليل. الخزف بيعتمد على يعني المواد غالبيتها مستوردة وبالأساس بيكون بنستورد الطينة تبعته على شكل قوالب بلوكات، بنقوم بعملية تجهيزها بطرق المكابس اليدوية الأيام هي أدخلنا عليها بعض التكنولوجيا الهيدروليكية بحيث مثل ما قلت لك أنه ما تفقدش جوهرها. بعد ما القطع هاي تكون جاهزة بتنشو على درجة حرارة 1000 مئوية لمدة 24 ساعة بالأفران، بعد هيك بتم عملية الرسم عليها والألوان. بعد ما تصير جاهزة من الرسم والألوان بنحطها بمادة زجاجية هي عبارة عن زجاج سائل، زجاج بودرة مخلوط مع الماء. كل القطع هاي بتمتص هاي المادة الزجاجية اللي هي الجليز ومنشويها
كمان مره، يعني كل قطعه خزف لازم تنشوى مرتين بالفرن، الشويه الثانيه برضو على درجه حراره 1000 مئويه تقريبا ل 24 ساعه حتى انه تصير بشكلها النهائي مثل ما انتم شايفين هون. الالوان ثابته صحيه للاستخدام، بعد الشوي بتعطيها لمعه بتصير اجمل واحلى من في مراحلها النهائيه. نعم، لربما هذه قوارير زجاجيه هل يتم نفخها بالفعل يعني من قبل فنيين لديكم؟ طبعا طبعا كل هاي الزجاج الامور زي بيتم نفخها بالاساليب مثل ما قلت لك اليدويه. واحنا يعني نظرا لوجود رمضان كل سنه وانتم سالمين، هلا الفنان تبع الزجاج بيقدرش يشتغل في النهار لدرجه الحراره العاليه، هلا بيشتغلوا بالليل. لو انه موجود انه بيشتغل بتشوف بالعين كيف كله هذا بالنفخ اليدوي والاساليب التقليديه القديمه، طريقه الشغل والتصنيع. نعم، ربما يسأل سائل ونحن نشاهد هذه المناظر الجميلة من الخزف والزجاج، هل هذه النقوش كلها تعمل بطريقة يدوية أم هناك آلات يعني للرسم على هذه القارورات؟ مثل ما قلت لك أنا حكيت لك شغلة مهمة يعني بالنسبة للموضوع، إحنا قد ما فينا بنحاول إنه نضل محافظين على سر الصنعة هاي وجماليتها اللي هي اليدوية. فينا انه ندخل عليها الالات والتكنولوجيا الحديثه، بس هذا الحكي بطل انه شغل يدوي، والخليل مثل ما هو معروف يفقدها رونقها. يعني الخليل مشهوره بايش؟ بصناعه الزجاج، ومتى ما ذكرت الخليل صناعه الزجاج، ذكرت الزجاج ذكرت الخليل. فاذا احنا بدنا نروح لموضوع الالات والشغل الطباعه والميكنه بطل لها وجود، صارت مثل اي صنعه موجوده في اي دوله. نعم. سؤالي الاخير لك استاذ خالد، هل هناك يعني غير الخليل يصنع فيها هذا الخزف وهذا الزجاج بهذه الطريقه البدائيه؟ انت للامانه الخزف الزجاج اسف الزجاج بس فقط في مدينه الخليل هون، واللي بيشتغل فيها اللي هي عائله النتش اللي هي عائلتي، فيش عائلات تانية. بالنسبه للخزف في اكثر من ورشه موجوده في مدينه الخليل واكثر من عائله بتشتغل فيها. حاليا يعني في الفتره الحاليه هاي في نابلس يعني ورش صغيرة تكاد لا تذكر يعني، بس للسؤال يعني. نعم، شكرا شكرا لك أستاذ خالد. إذا مشاهدينا الكرام، إذا ما ذكرت الخليل ذكرت الصناعات الحرفية التقليدية القديمة. نحن نتحدث اليوم عن صناعة الزجاج والخزف إلى جانب صناعة الفخار وصناعة الجلود وغيرها من الصناعات الكثيرة التي لا زالت عائلات الخليل تحافظ عليها ويعني تمنع اندثارها مع مرور السنوات ومع دخول التكنولوجيا إلى هذا العالم. لكن بسبب جائحة كورونا جميع الصناعات التقليدية على وجه التحديد تأثرت، ولكن هنا يعني الإداريون والقائمون على هذه الصناعات يحاولون بما أوتوا من قوة أن يحافظوا عليها رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتضررهم بشكل كبير. شكرا لكم على طيب المتابعة.